حضر الدكتور علي بن فضل البعنين النائب العام الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي عقد بالمملكة المغربية تحت عنوان من أجل حوار قضائي عربي مستدام، وعقدت على هامشه ندوة دولية. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع أوضح النائب العام الدكتور علي بن فضل البعنين أهمية دور جمعية النواب العموم العرب في مجال التعاون القضائي، وكونها واقع متلازم مع ما يجمع البلاد العربية من علاقات وطيدة بحكم ارتباطها الإقليمي والتاريخي، وأنها بهذه المثابة واحد من أطر التعاون القائمة وعنصر مهم في العمل العربي المشترك، وأن الاجتماع هذا العام يرمي لاستكمال المقومات المحققة لأهداف الجمعية بتعزيز التعاون القضائي فيما بين النيابات العامة بالدول العربية لغرض التوصل إلى منظومة عمل متكاملة تمكنها من أداء رسالتها. وقد بحث النواب العموم خلال الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلة في إطار الحاجة الملحة للاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي من أجل مكافحة فعالة للجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.